الباب لازم نظللها على تر ودحاتي في الدهسر يبكرك خالد. شكرا على الملاحظة يعني. هذا مستر هاشم ولكن نحتفظ بالمستر مع وديء الأمر بضافة إلى النجري بيوثق دعانا وبيرسله للاتحاد الإفريقي خلال 70 ساعة أستاذ طارق. طبعا هو طبعا بعد كل الكلام اللي اتقال من مجلس الإدارة حضرتك المهندس أو الأستاذ محمد الخولي طبعا الكلام مهم جدا جدا والكباتن الكبار طبعا الكابتن إبراهيم حسن مفيش كلام تاني اتقال خلاص هو في توثيق وفي طبعا يعني غرفة طوارئ بإذن الله بالمجلس بالكامل وإن شاء الله نتمنى بس إن الفرقة والجهاز واللعيبة ومجلس الإدارة كله يرجع بمشيئة الرحمن كده يعني يكون سالم غانم كده وبعد كده كل حاجة هتبقى موثقة للاتحاد الافريقي زي ما الكابتن ابراهيم قال لحضرتك وان شاء الله خير في المرحلة الجاية بإذن الله. استاذ عبد الناصر شكرا جزيلا. استاذ طارق هاشم استاذ خالد والنبي سابق الزمن انا يعني قدامي وقتي ثلاثة خلصت يعني يا ريت بس يعني بستأذن ادارة ولا حاجة على كان لازم نعرض ده قبل ما نقفل. كمان خليني اطمنكم على ما يدور في اسماعيلية يا ريت لو جاهز معانا معانا على الشاشة ما انا على ارجوك لازم نختم بالعدل فين يا محكمة على المستندات دي يا استاذ خالد يعني ارجوك ننفرد معكم بحوار حكم المباراة استشيلي مع وليد بدر والذي يطلب فيها الحصول على مال من النادي المصري قبل المباراة يعني ده خاص لكرة بلدنا. ارجو ان نعمل استرابة يا جماعة لو سمحتوا واحنا جاري الترجمة وبكرة هنقول لكم الموضوع بترجمته حرفيا. تعليقك يا استاذ عمرو. لا طبعا موضوع خطير جدا وكلامه واضح هو بيطلب اهو في الخطاب بيطلب رسمي انه قولوا عرض بيقول قولوا عرض فده طبعا كلام خطير جدا. انا شايف ان الحكم خلي بالك وليد بدر مسجل نمرته على التليفون بتاعه حكم سيشن فمتصل وحاطط صورته فبيتصل من تليفونه الشخصي من تليفونه واضح ان مديله التليفون والصوره واضحه اهي في الارض. هو الموضوع يجب الكاف ان لو شاف المستندات دي ووصلته لابد ان يتخذ قرار ولابد من قرار رادع للجميع لان كره القدم الافريقيه ده هيشوه ده ده ده, ده, ده رقم الحكم يعني ده ما لان كان لازم نعرضه بصورته بس كان محدش يقول ان ده توثيق فين بس الرقم ده لو طلع تاني الناس هيتصلوا لا 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 مش لا ما اقصدش المعنى مش كده هو المعنى انه ده الرقم خلاص متسيب باسمه يعني مسجل باسمه احنا طلعناه بس بالبحث طالع اسمه ايوه وعلى فكره في اكتر من مره ما ردش الكابتن وليد بدر تعالى بكره الفندق اتفضل يا كابتن جمال لا طبعا اخر مكالمه كانت 10 الصبح النهارده يوم المباراه يعني اللي قبل دي بيقول له اذا كنتم ترغبون في التفاوض معانا تعالوا لنا بكره الفندق بالظبط ايه العرض بتاعك؟ لا اصبر يا خالد عشان بيقرا الكابتن جمال انا الصوت الصوره بعيد تاخد نظارتي كله كام تو هوتيل تومورو فيري ايرلي بدري يعني يعني يا جماعه بنتعكز احنا على كنا عايزين نترجم من خلال متخصص الحاجات لسه جايه لنا من الكونغو مباشره يقول له اسم الفندق طيب خلينا معانا الاستاذ محمود عبد السلام متخصص اوعى تمليني غلط طب هات من الاول يا خالد معاك انا معانا الاستاذ محمود عبد السلام بيترجم في الاعداد يا جماعه اتفضل يا محمود هلو اهلا وسهلا دي اول حكم المباراه بيقول لوليد بدر انا كنت عايز اقابلك بره الفندق في اي مكان بره كافيه او حاجه او حدد المكان اللي انت عايزه وليد وليد بدر قال له ممكن في الاوتيل اللي حضرتك مقيم فيه. تمام. بكلمه بعد دقيقة. قال له اوكي ممكن نتقابل فين؟ فرد عليه الحكم قال له انا الان في الفندق. قال له اسم الفندق ايه؟ وليد بدر قال له انا موجود في الفندق اللي فيه اللعيبة ومعرفش امشي في الكونغو فانا موجود في الفندق لو حابب. فقال له طيب ممكن نتقابل ازاي؟
علشان علشان الاتفاق. قال له تعالى الفندق بكره الصبح بدري. قال له فندق ايه؟ عايز اسم الفندق؟ اقوله طبعا. اللي هو حكم المباراه قال له انا مقيم في كيم بلازا. كيم بلازا صح كده؟ حكم المباراه السيشيلي قال له انا موجود في كيم بلازا وممكن نتقابل 10 صباحا. قال له وبعد كده قال له انت عايز ايه بالظبط؟ فيعني فيما معناه ان دخل في مرحله التفاوض صح كده يا محمود؟ انا فاهم صح؟ في مرحله التفاوض. عرضك ايه بعد كده؟ اسلوب التفاوض هيكون ازاي؟ الحكم بيرد على وليد بيقول له اسلوب التفاوض هيكون ازاي؟ ايه العرض بتاعك؟ بيقول له العرض ده فكروا شوية. وليد بدر رد عليه قال له انه احنا واثقين فيك وهنكلمك الساعة 5:30. رد عليه قال له اوكي الحكم. وليد بدر رد عليه الساعة 5:30 قدامكم قال له انت عايز كام فلوس؟ فرد عليه قال له خلال ساعة واكلمك تاني. فرد عليه وليد قال له اوكي. بعديها رد كلمه قال له انا خلاص جاي لك الاوتيل. وبعد كده حصل مكالمة صوتية اللي هي غير معلنة حتى الآن ونحتاجنا موافقة لإذاعتها. لازم نرجع للشؤون القانونية في القناة لإذاعة هذه المكالمة الصوتية لمدى قانونيتها. إيه؟ ادوا لك موافقة؟ طيب ماشي ادونا موافقة عليها يا جماعة على مسؤولية. طيب ماشي. فانا طيب ماشي اتفضل. دي المكالمه الفيديو يا جماعه. دي المكالمه الفيديو بس مش هنطلع بصوت النهارده لان نحتاج الى ترجمه وموافقه قانونيه من اداره القناه. ولكن قدامكم حصل تسجيل فيديو. خليك يا خالد لو سمحت. حصل تسجيل فيديو قدامكم ما بين وليد بدر المدير الاداري وما بين حكم سيشل وتحدثوا فيديو لاكمال التفاوض او اكمال الاتفاق. زعنا ما هو متاح قانونا. اما الفيديو نحتاج الى الرجوع للاداره القانونيه في القناه حتى لا نقع تحت طائله اذاعه شيء دون موافقه قانونيه. يا برافو برافو على وليد وبرافو على كل اللي عمل الجزئيه دي بالصوره دي وبالصوت شكله محترف. لا بالظبط بالظبط.